لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله: قد أورد أبو جعفر بن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، سؤالا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا وشعياء، على أخبار أهل الكتاب يعني، وإلا فليس عندنا في الكتاب والسنة معرفة باسم نبي يقال له شعياء. ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين: أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، يعني بعض الرسل، قال: وهذا سائغ في اللغة. الثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، سواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء، سلط الله عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم القيامة ينزل عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمة، وهذه سنة الله في خلقه في قديم الدهر وحديثه، أنه ينصر عباده المؤمنين في هذه الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. وفي الحديث الآخر: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط وأهل مدين وأشباههم وأضرابهم ممن كذب الرسل
وخالف الحق، وأنجى الله من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحدا، وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحدا. قال السدي: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن، حتى يبعث الله لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها، وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه نواه وكذبه وعداه، فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين في يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم له، وقتل صناديدهم وأسر سراتهم، فاستاقهم مقرنين في الأصفاد، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم، ثم بعد مدة قريبة فتح مكة، فقرت عينه ببلده، وهو البلد الحرام المحرم المشرف المعظم، فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر، وفتح له اليمن، وأدانت له جزيرة العرب بكمالها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة، فأقام الله أصحابه خلفاء بعده، فبلغوا عنه دين الله، ودعوا عباد الله إلى الله، وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب، حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها، ثم لا يزال هذا الدين ظاهرا قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة. ولهذا قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد الملائكة، وقوله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يقول بدل من قوله ويوم يقوم الأشهاد، هو يوم ينفع الظالمين، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. فقرأ آخرون يوم كأنه فسر يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين وهم المشركون معذرتهم، أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية، ولهم اللعنة الإبعاد والطرد من رحمة الله، الطرد من الرحمة، ولهم سوء الدار وهي النار. قاله السدي: بئس المنزل والمخيل. قال علي بن أبي طلحة بن عباس: ولهم سوء الدار، أي سوء العاقبة. والقول هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.